أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. بإذن الله سوف أكون معكم في برنامج الوطن اليوم، دائما التواصل معنا على هاشتاغ البرنامج الوطن اليوم، أيضا على إيميل البرنامج الوطن دوت اليوم @الآن.تي في. مشاهدينا الكرام، ما هي أهم الأخبار في المملكة لهذا اليوم؟ قمة جدة، موقف خليجي صلب ضد التدخلات الإيرانية. المملكة تعين مديرا لمكتب يشرف على إصدار السندات الدولية. وعادلة بنت عبد الله الرياض مهيئة لإقامة متحف يحكي سيرة المملكة. ما هي المواضيع التي سوف أناقشها اليوم في برنامج الوطن؟ هيئة اقتصادية تنموية لتسريع العمل الخليجي المشترك. القروض الاستهلاكية والائتمانية تصل إلى 344 مليار ريال. وطبيب سعودي يستحدث طريقة لعلاج آلام الظهر والرقبة نسبة نجاحها تصل إلى 90%. حياكم الله. علمت صحيفة عكاظنا قمة جدة تشاورية بحثت تعزيز العمل الخليجي المشترك في ضوء رؤية الملك سلمان بهذا الخصوص والتدخلات الإيرانية في المنطقة ومساعي طهران لتسييس الحجة فضلا عن الأوضاع في سوريا واليمن والعراق ولبنان. إلى ذلك قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان السيد فهد بن محمود آل سعيد إن القمة التشاورية 16 تأتي في إطار استكمال الجهود الهادفة إلى دعم مسيرة التعاون الخليجي التي يوليها قادة دول المجلس كل الرعاية والاهتمام لتفعيل آليات العمل المشترك والتغلب على معوقات التنفيذ للقرارات التي تم اعتمادها في القمم السابقة للمجلس وصولا إلى تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية. أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أن لقاء التشاورية الخليجية 16 كان مثمرا وناجحا واتسم بالتفاهم والود والانسجام. وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن القادة بحثوا الأوضاع في اليمن والعراق وسوريا وليبيا والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وحول التدخل البري في سوريا قال الجبير إن هذا الموضوع قائم في أي وقت لكنه بحاجة إلى قرار دولي، موضحا أن المملكة ترى منذ سنوات أن التدخل البري حل حتمي للمأساة السورية، وأعلنت أنها على استعداد لإرسال قوات برية دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف. رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مركز الملك عبد الله الدولي للمؤتمرات في جدة أمس الثلاثاء رأس اللقاء التشاوري 16 لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتدارس اللقاء التشاوري سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، كما أقر توصيات المجلس الوزاري بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016. وبهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين أقر قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزا للرابطة والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحديد الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. مشاهدينا تعليق على موضوع ينضم إلينا ومن الرياض الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود. أهلا ومرحبا بك دكتور حمد. بداية عندما نتحدث عن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي تم إقرارها من قبل قادة دول المجلس، هذه الهيئة لن تكون هيئة عادية بل ستكون عالية وأيضا لها صلاحيات
تبت هذه الصلاحيات في المواضيع وخاصة المواضيع الاقتصادية، وأيضا تجد لها حلول جذرية. حدثنا عن هذه الهيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه الحقيقة القرار إنشاء هذه الهيئة كان يعني أمر ضروري لتسريع التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. لو نظرنا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تمت عام 1981 وقضت في ذلك الوقت بإجراء عملية تكامل اقتصادي بدأت في عام 1981 إنشاء منطقة تجارة حرة ألغيت فيها التعرفة الجمركية بين دول الخليج، وتم الاتفاق أنه يكون العمل المرحلة القادمة أنه إنشاء اتحاد جمركي بحيث أنه يتم فقط توحيد التعرفة الجمركية على الدول الأخرى. في دول خليجية كانت التعرفة 12% 20% 7%، كان الاتفاق أنه يوحدون التعرفة الجمركية بين هذه الدول. هذا الكلام كان عام 1981، أخذهم 20 سنة من أجل تطبيق توحيد التعرفة الجمركية. ومن بعد ذلك تم الاتفاق على أنه إنشاء اتحاد اقتصادي بين الدول، والآن لنا يعني أكثر يعني يمكن 16 سنة أو 17 سنة ولم يحدث شيء. هذا ولذلك هناك الحقيقة في عوائق أمام وبيروقراطية تؤخر من تنفيذ الاتفاقات بين هذه الدول وتسريع التعاون الاقتصادي والوصول إلى مرحلة اتحاد اقتصادي بين هذه الدول. أعتقد أنه إنشاء مثل هذه الهيئة سيكون الحقيقة داعم لإنجاز هذه المهمة. نعم، طيب، أحد العوائق الاقتصادية والتي تم إجراء أكثر من اجتماع وبعد ذلك يحصل هناك خلاف كان دائما العملة الموحدة، وكما تعلم ونعلم دكتور هو جزء من وجود عملة خليجية موحدة، هو جزء من التكامل الاقتصادي الذي نسعى إليه. لكن كما تعلم أيضا المشاريع الرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وكل دولة لها رؤية اقتصادية مختلفة عن الدولة الأخرى، كان في بعض الأحيان عائقا دون إيجاد عملة موحدة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي. هل تتوقع أن اليوم سوف ترى هذا الحلم قريب التحقق؟ والله يعني دائما يعني هناك يعني مشاكل تواجه اتخاذ أي قرار، لكن دائما ينظر إلى المحاسن والمساوئ ويغلب أيهما أفضل أو أيهما أكبر. نجد أنه المحاسن من توحيد الاتحاد الاقتصادي بين دول الخليج أقوى من يعني من أي مضار تحدث لأي دولة. نحن يعني لنا قدوة الاتحاد الأوروبي دول مختلفة لغويا ومختلفة تركيبة السكان بها وتركيبة الاقتصاد مختلفة، ومع ذلك استطاعوا أن يوحدوا العملة وأن يوحدوا الاقتصاد بينهم. دول الخليج دول متشابهة سياسيا ومتشابهة اقتصاديا ومتشابهة عرقيا ودينيا ولغويا، ويعني ما الحقيقة لا يوجد اختلاف بين شعوب هذه الدول وتركيبتها وتركيبة اقتصادها، ومع ذلك نجد أنه لازالت العوائق موجودة. ولذلك إن شاء الله الطموح والأمل بالله أنه إن شاء الله هذه الهيئة ستساعد على التغلب على هذه المشاكل. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من الرياض دكتور حمد التويجري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود. شكرا جزيلا لك دكتور. كشف تقرير مؤسسة النقد السعودية ارتفاع القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان في الربع الأول من عام 2016 ليتجاوز 10 مليارات ريال، فيما بلغت القروض العقارية التي قدمتها البنوك والمصارف التجارية للشركات والأفراد نحو 193 مليار ريال، بزيادة وقدرها 28 مليار ريال للفترة نفسها
من عام 2015، وقفزت القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لتصل في مجملها إلى 344 مليار ريال، وبزيادة 13 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام 2015، إذ حصل قطاع السياحة والسفر على قروض بلغت 80 مليون ريال، واستحوذت الرعاية الصحية على 325 مليون ريال، كما حصل قطاع التعليم على قروض بلغت 713 مليون ريال، أو 31 مليار ريال لقروض السيارات ووسائل النقل الشخصية. مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن الرياض الأستاذ سليمان العساف المحلل الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك أستاذ سليمان. برأيك لماذا اليوم ترتفع القروض الاستهلاكية؟ هل أصبحنا في المجتمع السعودي مجتمع استهلاكي يعتمد فقط على بطاقات الائتمان في سبيل تحقيق رغباته؟ اولا اهلا وسهلا بك وبالساده المشاهدين. بالنسبه لمساله هل اصبحنا مجتمعا استهلاكيا، نحن مجتمع استهلاكي منذ سنين. بعد طفره النفط في السبعينات تحول المجتمع الى مجتمع استهلاكي بشكل كبير. خلال الفتره الاخيره السنتين او الثلاث سنوات الماضيه زادت ظاهره القروض من اجل السياحه، القروض من اجل الكماليات. المشكلة اللي يعاني منها كثير من الناس أنهم لا يوافقون بين الدخل السنوي أو الدخل الشهري أو رواتبهم وبين قروضهم، فتجدهم يقترضون أو يستخدمون البطاقات الائتمانية كريدت كارد لمشترياتهم بدون أن يعملوا موازنة ما بين نهاية الشهر ما سيحصلون عليه وما يصرفونه. طيب أين دور البنوك من هذا؟ يعني ألا تعتقد أن البنوك يعني جعلت المواطن فريسة سهلة لما تقوم به من تسهيلات خاصة فيما يتعلق بالبطاقات الائتمانية؟ ولا تنسى يعني أستاذ سليمان الفوائد العالية التي تأخذها البنوك نظيرة البطاقات الائتمانية. يا سيدتي، لا، يجب أن لا نلقي اللوم على البنوك. البنوك قطاع ربحي يهدف إلى تعظيم قيمته وزيادة أرباحه. نعم، هم إذا وجدوا ناس سيقومون بالاقتراض أو باستخدام البطاقات الائتمانية فإنهم سيرحبون ويسهلون له ذلك لمصلحتهم. طيب. والفوائد لا أحد ينكر أنها مرتفعة بشكل كبير. الجانب الآخر، هو يجب على المجتمع عامة أو على الجهات التنظيمية أن تكثف التوعية للناس. لدينا جهل في موضوع الكريدت كارد، البطاقات الائتمانية أو حتى القروض، أنها سعد في أولها وهم في آخرها كما يقال. نعم. طيب، عندما نتحدث عن القروض الاستهلاكية وأيضا القروض العقارية، البعض يقول أنهم واحد. يعني اذكر لنا، هل القروض العقارية جيدة أم هي سيئة بنفس، لن نقول أنها سيئة القروض الاستهلاكية، لكن ممكن أن يعني يتضرر منها المواطن خاصة عندما يأخذ قروض على السفر أو حتى على السياحة؟ يعني أيضا ضعنا في وضع القروض العقارية اليوم. يا سيدتي، القرض، هناك قرض استهلاكي وهناك قرض استثماري. نعم. القرض الاستهلاكي غالبا هو مرض، هو نهايته هم، لأنك تقترض من أجل أن تصرف على أشياء المفروض أنك تستغني عنها أو أنك تقوم بالصرف عليها من خلال دخلك الشهري. لا يجب الاقتراض من أجلها، وهي القروض الاستهلاكية. أما القروض الاستثمارية مثل شراء منزل، مثل الدخول في استثمارات أو في مساهمات أو في تجارة، هذا شيء محبب لا يضر، لأن البيت ترتفع قيمته، ترتاح أنت، تضمن أمان لك أنت وعائلتك في السكن، في البيت، في عدم اضطرارك للتنقل من مكان إلى مكان، من دفع أقساط شهرية. القروض الاستهلاكية نعم. هي قروض لا تقدم أي قيمة مضافة. نعم. يجب أن يبتعد عنها الإنسان قدر الإمكان مهما كان، ويتجه إلى القروض الاستثمارية إذا أراد أن يعظم قيمة ممتلكاته، والأفضل أن يستغني عنها بما أنه ليست لديه خبرة كافية. نعم. في إدارة أمواله. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم الأستاذ سليمان العساف المحلل الاقتصادي والمالي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الأخبار المحلية في هذا اليوم،
أمير الرياض يطلع على خدمات الإعاقة السمعية. نزاهة تنتقد الصحة تحضر مركز الحناكية 6 أعوام. والعقاري يبرئ ذمة المتوفين من 292 مليون. ميناء الملك عبد الله يتفوق على موانئ المملكة. جثة محترقة تطيح بقاتل قنا. وتحري رؤية هلال رمضان مساء الأحد. إلى فاصل قصير. من جديد حياكم الله. نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن الطبيب السعودي ضياء الحاجين طريقة استحدثها في علاج آلام الظهر والرقبة تسهم في إزالة 90% ممن لديه آلام في الرقبة والكتف، و70% من آلام الظهر، و50% من آلام الركبتين من الجلسة الأولى باستخدام أشعة الليزر. الصحيفة أشارت إلى أن الطب البديل أصبح حاضرا في معظم التخصصات ويستغني عن الكثير من الجراحات التي تكون فيها الحالات غير متطورة ولا تستوجب العمليات الجراحية. الطبيب السعودي قال إن هذه الطريقة بدأ استعمالها منذ 2 سنين، وكثيرا في الحالات التي عالجها شفيت من الآلام دون استعمال مسكنات. مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الدكتور ضياء حاج حسين استشاري روماتيزم وترقق عظام. أهلا ومرحبا بك دكتور ضياء، يعني فعلا نحن فخورون بك وبهذا الإنجاز، خاصة عندما نتكلم عن صحف عالمية وبريطانية تتحدث عن اختراعاتك. طبعا ذكرت صحيفة الجارديان عن هذا الاختراع الجديد أو طريقة العلاج الجديدة للشفاء من آلام الظهر بشكل كامل، حدثنا عن هذه الطريقة دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم على هذا اللقاء. طبعا بدأت فكرة أنه أكثر الآن التأثيرات الجانبية للأدوية المستخدمة لعلاج ألم الظهر مثل مسكنات ومرخى العضلات، وتركيز كثير من الأطباء على النواحي الجسدية دون الأخذ باعتبار بالأشياء الأخرى، فقد ظهرت يعني دعوات استعمال الطب المكمل مثل علاج بالضغط والإبر الصينية والليزر. والعلاج بالليزر عن طريق تحريض نقاط الإبر الصينية بموجات منخفضة من ليزر، واستعمل في عدة أمراض عصبية وعضلية مفصلية مثل انضغاط العصب المتوسط، ألم الرقبة وألم الظهر. وتقريبا في 2002 أعلنت منظمة التغذية والأدوية الأمريكية FDA عن عدم وجود آثار جانبية لهذه الطريقة، لأن الأشعة التي تستخدمها منخفضة جدا ولا تؤدي إلى تسخين المنطقة المعالجة، وبالتالي إن شاء الله ما تسبب أي ضرر موضعي. يعني هذا مفيد بتسكين الألم كنتيجة لازدياد تحرير مادة الأندورفين من الجسم المعروفة بخاصية المسكنة، والتي تتجاوز قدرة المورفين بعشرة أضعاف. يعني سبحان الله خلقنا إياها في الجسم هذه المادة، بالإضافة لازدياد مادة السيروتين المهدئة والمرخي للعضلات المشدودة، وتثبيط عمل المستقبلات الحسية الخاصة بالألم، ويعمل على تقوية استجابة الجهاز المناعي عن طريق زيادة نشاط الخلايا الليمفاوية. نعم. فالليزر فيه له فوائد في تحريض مناطق الإبر الصينية. نعم. هل تستخدم هذه الطريقة في علاج الديسك أيضا أم هو موضوع مختلف؟ نعم، هو طبعا الديسك في المراحل المتأخرة اللي يحتاج عملية ما نستطيع يعني التدخل فيه. احنا نحاول الخفيف والمتوسط، الآلام الديسك الخفيف والمتوسط اللي إن شاء الله ما يحتاج عملية، لأنه احنا للأسف لاحظت أنه مثلا 70% من الناس اللي ساووا عمليات ديسك الآلام بعد سنة بعد عدة أشهر. ليش؟ لأنه يصير في تليف مكان العملية وترجع آلام كأنه عنده ديسك مرة ثانية. فلذلك إحنا طبعا مو بس الليزر، طبعا الليزر يخفف الآلام ويرخي العضلات، ولكن إحنا نستعمل أيضا الكايروبراكتيك والأوستيوبات على أساس نشد الفقرات، نبعد الفقرات عن بعض. يعني هو الجهاز عبارة عن أنه يتم إبعاد الفقرات عن بعضها البعض حتى ما تكون مرة متلاصقة، وبعد كده تخرج مادة الديسك من بينها. عفوا، هو يرخي الآن العضلات مشدودة، بس تكون مشدودة تضغط على الأعصاب اللي نازلة على الرجول. فإحنا نحفز الجسم بالأشياء الطبيعية اللي ذكرتها، أنه يفرز أشياء وترخي العضلات وتسكن ألم،
وبالتالي يخف الضغط على الفقرات. والطريقة اللي بعد ذلك يعني نساوي احنا كايرو براكتيك، الناس اللي عندهم ديسك انا اتكلم فقط، نعم. اما الناس اللي ما عندهم ديسك ان شاء الله يستفيدوا بدون الكايرو براكتيك، ولكن احنا نجمع الكايرو براكتيك في الحالات الديسك الشديد يعني. نعم. طيب ايضا دكتور، صحيفة تيليغراف كتبت هذا الاسبوع، وصحيفة الجارديان ايضا البريطانية كانت قد كتبت بفترة ماضية عن تميزك في هذا التخصص ما شاء الله حتى على مستوى العالم، ايضا عن مركز اللي تقوم فيه او مركزك في جدة طبعا للطب التكميلي، وايضا يعني وجود عدد من الافرع في انحاء العالم. بس وضح لي، هل هو في كل انحاء العالم ام فقط هذا الفرع اللي موجود في لندن؟ نعم طبعا، ما شاء الله انا يجوني بفضل الله مرضى من امريكا ومن كندا ومن بريطانيا ومن دول الخليج طبعا، فانا حبيت اساوي تقصير المسافه، ففي عندي عياده فقط في لندن في الوقت الحالي، وان شاء الله في المستقبل يمكن في بالامارات ان شاء الله، ولكن الان في عندي في لندن كل شهر اشوف مرضى سواء اللي يجوا من خارج بريطانيا او من المقيمين هناك. نعم دكتور، البعض يتحدث ايضا عن الحجامه وفوائدها ايضا في شفاء العمود الفقري، وانت اكيد تستخدم ايضا للجنسين في هذا المجال، حدثنا عن ذلك ايضا وفوائدها. لا ان شاء الله، ان احنا الحمد لله عندنا مركز كامل للطب التكميلي، في ذلك الاوستيوباث، الكايروبراكتيك، الابر الصينيه، الليزر، وان شاء الله قريبا حنفتح مركز متكامل للحجامه للذكر والانثى، يعني للجنسين. بس سبحان الله الحجامه، انا كل مريض يقول لي هل استعملها؟ سبحان الله، اذا نفعت ما اذا ما نفعت ما تضر. وانا فعلا يعني انا كنت كثير من زمان اتخوف، بعدين الحمد لله يوم ما جربتها سويتها يعني انا، فلقيتها فعلا فوائد كثيره. فصح الناس خاصة أن يختاروا الأيام الفضيلة اللي هي 17 19 21 اللي وردت في الحديث النبوي. نعم. طيب دكتور، أنت تتكلم عن جهاز اللي هو الليزر، احنا نعرف أيضا جهاز ثاني اللي هو جهاز كي كي تي، هو نفس الجهاز اللي هو جهاز ليزر يسوي زي موجات فوق صوتية على العمود الفقري، ولا يختلفون الجهازين؟ لا يختلف تماما. أنا صراحة كنت عاوز أشتري هذا الكي كي تي يوم كان بالأردن قبل تقريبا 6 سنوات، قبل ما يجي قبل ما يتوزع على الدول الاخرى، وطلبوا انه انا اكون وكيله، بس للاسف انه اكتشفت يعني حتى دخلت انا اخذ معي جراح الدكتور جراح مخ واعصاب من تخصص، جلسنا مع الدكتور المشرف على هذا الجهاز، فاخر شيء تعرف يوم دكتور يتناقش مع دكتور غير بس مع مريض، فكان صراحه انا مو مقتنع بالجهاز يعني، فبالتالي احنا صرفنا النظر عنه، لانه صراحه يعني تستغربي حوالي دقيقتين يحطوا على المكان الالم، وبعدين يقول لك تعال بكره، تجي دقيقتين، فيعني غير متوقع انه موجات صوتيه ترجع الديسك لمكانه يعني مهما يكن، يعني انت ما حتشعر بشيء يعني. سالت المرضى، انا حتى جربته بنفسي، دخلت على الجهاز يعني ما تحسي باي يعني، على الاقل واحد حس رقب العمود الفقري في تحرك، في الم، في يعني شعور بالتنميل راح مثلا او شيء، ولكن صح ممكن يكون استفادة بسيطة، بس يعني الاستفادة اللي هذا ما، لذلك أنا ما جبته معي، ما جبته عندي. نعم أنا أشكر الموضوع اللي. نعم أنا أكيد أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من جدة، الدكتور ضياء حاجي حسين استشاري روماتيزم وترقق عظام، كنت معي من جدة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا لفقرتنا اليومية، فقرة هاشتاج اليوم، هاشتاج اليوم فعليا أثار حفيظة المغردين السعوديين فعليا رافضين لهذا الهاشتاج، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم. طبعا الهاشتاج أو الوسم اللي تصدر قائمة أكثر انتشار على تويتر هو يجب إيقاف مكبرات صوت المساجد. طبعا فعليا كان رفض كامل لهذا الهاشتاج من قبل المغردين في السعودية، إلا أن اللافت كان تفوق التغريدات
في ظل الوسم واستنكار من أغلب المغردين. نبدأ لتغريدة من النجم فايز المالكي اللي غرد عبر حسابه الخاص، يقول أنا شفت سخافات بس كثير، بس مثل كذا لا، هذا كثير. جعل يتوقف الدم بعروقك عشان تعرف الله زين. اللهم آمين. أيضا حساب يسمى مطموخ استعان بصورة لجامع قرطبة قائلا: في جامع قرطبة تجاويف تعمل كمكبرات صوت قبل 800 عام، وعندها أصبح الأمر سهل. طبعا يعني أيضا كان استنكار كبير من المغرد لهذا الهاشتاج. أيضا وجه حساب تعلم اللغة الإنجليزية رسالة إلى مطلق الهاشتاج قائلا: إلى صاحب الهاشتاج وإلى كل مؤيد، إن أزحت حب الدين عن قلبك لا تزيحه عن غيرك، قد تعود يوما ما إلى الله ولن يعود غيرك. والتغريدة الأخيرة قارنت أيضا المغردة حسابها مكبرات الصوت بالأغاني واستخدامها في المساجد قائلة: لو دي جي أغاني عادي ما شكيت الإزعاج، الله لا يحرمنا روحانية المساجد خصوصا بتراويح رمضان. وأنا أيضا مشاهدينا الكرام بدوري أقول آمين، وحسبي الله على من يطلق مثل هذه الهاشتاج. انتهى وقت البرنامج، بإذن الله بكرة أشوفكم حلقة جديدة، مع السلامة.